اليوم في اتفاقية دولية مضيع لبنان بقانون صادرة بالقانون 33، هي اتفاقية مكافحة الفساد. هذه الاتفاقية بتضم كثير من دول العالم، معظم دول العالم، وهذه الاتفاقية مش بس مضيع لبنان انضم لها، لكن أيضا هو باشر بتطبيقها ابتداء من على الأقل سنة 2022 وما قبل أيضا بالعشرين مع الطلبات السويسرانية، وقبلها مع الأموال الأفريقية وقضية ساركوزي وغيرها، وكمان قضية السيد كارلوس غصن وغيرها من القضايا يلي طرحت بهذا الإطار. فبالتالي نحن أمام تعاون موجود. نعم هلا هيدا تعاون ينطلق من انه اذا بتقري كل الاتفاقيه بتشوفي انه المبدا فيها هي التعاون، اما الاستثناء فهو عدم التعاون. يعني عند ما بده القاضي اللبناني يتعاون، بده يبرر اذا في خرق للسياده الوطنيه، اذا في خرق للقانون الداخلي، اذا في عندك ملف قيد النظر في لبنان كما هو الحال عليه اصبح بعد الادعاء اللي صار ببيروت على الحاكم. هنالك تحديدا الفقرة 25 من المادة 46 اللي ما فعل القضاء اللبناني، يعني ما أراد أن يعتبر، بالعكس باشر وكمل التعاون، يعني ما اعتبر أنه في تضارب بين الملفين أو ضرورة لاستئخار التعاون الأنتري جوديسيير يعني مع الأوروبيين طالما في ملف لبناني جاري التحقيق فيه. ما نعم اعتبر هيك القضاء اللبناني رغم أنه في هذه الإمكانية. إذا نحن أمام تطبيق لهذه الاتفاقية، هاجسنا نحن هو انه ليش ما منطبق نحن كمان هالموضوع، مش بس عن جانب واحد، يعني ليش بس نتعاون مع الاوروبيين. من هيك كتير كان مهم تدخل هيئة القضايا بوزارة العدل يلي كنت لفت النظر قبل لهالموضوع، حسنا فعلت رئيسة الهيئة انه فعلا هالمرة عمليا بصرف النظر عن شو كانت قبل الدوافع او مبررات نعم اللي ما خلت لبنان يقدر يشترك بالتحقيقات او يحضر، على الاقل هالمره كان في يعني مثابره اكبر او امكانيه لما نتحمل حدا المسؤوليه. هذا المطلوب، نحن المطلوب انه نشارك ونعرف ونكون حاضرين، لانه هاي اموالنا. اخر شيء اذا ثبت انه هذه الاموال هي ناتجه عن الفساد، طبعا هنالك قرينه البراءه تبقى موجوده، لكن عم نحكي اذا ثبتت هذه الاموال نعم ضروري لبنان يكون مشارك، وهذا امر صار. هيدي خطوة فينا نسجلها. الخطوة الثانية المطلوبة يتعين محامي للدولة اللبنانية في الخارج لحتى يشارك أيضا باسترداد هذه الأموال ومصادرتها، لأنه مش من المقبول أن الدول الأوروبية هي تتعجب كيف لبنان غايب عن هالموضوع، لبل أنه إحدى هذه الدول عم بتزاحم لبنان وراسلت لبنان بالماضي وعطيت لحالها الأولوية في استيفاء هذه الأموال، رغم أنه هذه الأموال بتعود للبلد إذا ثبت أنه فعلا هي ناتجة عن الفساد. عم بحكي عن أي قضية كانت، أنا ما عم بحكي عن قضية معينة. نعم بشكل عام لازم لبنان يكون عم بيطالب بأمواله واسترداد الأموال عملا باتفاقية مكافحة الفساد. يعني هو بده يستفيد من هالاتفاقية، ما بس يكون فقط عم يجاوب وعم يتعاون، بده هو يكون أيضا متلقي بالمعنى يعني استعادة الأموال، نعم يستعيدها، يرجع يتلقيها هالأموال من جديد، مش بس يتلقى الطلبات. مسؤولية من هذه الخطوة؟ هاي مسؤولية الدولة اللبنانية مجتمعة، تحديدا من؟ بما أنه ما في دولة لبنانية حاليا مجتمعة، لا رئيس ولا على جهة وحدة، لأنه أنا كمان عرفت لحتى ما نحمل المسؤولية فقط لجهة، أنه هذا الموضوع بحاجة إلى ترتيبات. هذا الموضوع منه بس مسألة وزارة عدل، هذه بدها مترتبات مالية، بدها كمان تعيين لمحامي بالخارج، فبده تضافر هذا الموضوع على مستوى عدة إذا بدك مستويات، لكن بالسلطة التنفيذية طبعا هي مسؤولية الحكومة. نعم. مسؤولية الحكومة يكون عندنا حدا عم بيروح يطالب بهالأموال. نعم. وفي كثير من المحامين الجديرين إن كانوا غير مقيمين أو إن كانوا من الموجودين المقيمين ما بعرف، لكن لابد يكون في، وفي أكيد ناس مختصين يتابعوا هذا الموضوع ويتعينوا من قبل الدولة اللبنانية
لأنه هيك عملت الدول الإفريقية، هيك عملوا بتونس زين العابدين بعد ما خلص النظام، نعم هيك صار مع مصر، هيك صار مع ليبيا. هلا بقول لك بتفاوت كلي، يعني إذا بتدرسي هذه البلدان، وأنا درست هذه البلدان لنشوف إذا قدرت استردي أموالها. نعم قدرت. مش كثير، مش كثير صار في تجاوب معها كلها وبكل الأوقات، لكن بشكل عام، بشكل عام نعم تجاوبت الدول معهم. فبالتالي يعني عدة دول أوروبية مستعدة بهالموضوع، مستعدة. يمكن دولة وحدة بنظامها القانوني حسب ما تبين لي، إنه دولة أوروبية وحدة هي ما بتخليك ترجع تستعيدي هذه الأموال على الأقل بالمية. من بس هي؟ من هي هذه معظم الدولة؟ الدول، معظم الدول الأوروبية، معظم الدول الأوروبية، ولبل معظم دول العالم، لما أقول تقريبا كلها، خصوصا اللي ماضية عم بحكي اتفاقية مكافحة الفساد، هيدي ملزمة بالتعاون معك. يعني التعاون منه من جهة واحدة، التعاون هو من الجهتين. نعم، ولكن من هي هذه الدولة اللي ما بتقدر تسترد أموالك؟ وأيضا هل هي نفس الدولة، ومن هي الدولة اللي هلأ العيون علينا تاخذ هذه الأموال؟ هذا أمر بعود يعني للسلطات القضائية بلبنان أنها تقوله. إذا أتاها هيك مراسلة خطية من فترة منا قصيرة، أنه إحدى الدول الأوروبية المعنية بموضوع الأموال زاحمت لبنان على هذه الأموال وطلبت مباشرة وخطيا أن تكون لها أولوية. خلي يصير في تأكيد على هذا الموضوع أو نفي نعم هذه المعلومات الأولية، نعم لكن أنا ما بهمني المعلومة نعم بقدر ما بهمني نحن شو نعمل. الواقع هيك لازم يصير، يعني نحن هناك لازم دعوة للحكومة أنه تتصرف قبل أي خطوة قضائية لاحقة. وما عم نحكي عن هذا الملف تحديدا، لانه الحكي بهذا الملف اكنه دائما بصير الواحد عم بيعطي شبهه اضافيه او يزيد الطين بله. نعم. المساله ما عم نحكي فيها عن ملفات، عم نحكي عن مبدا انه لبنان ما بيجوز يكون متخلى عن استرداد امواله بعده ملفات وعن كل الملفات.